مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. القصيدة الثائرة، القصيدة الحرة، القصيدة التي تبحث لنفسها عن موقع في روح الإنسان قبل قلبه ويوميات حياته. هذه القصيدة هي التي يبحث عنها عوام الناس قبل نخبهم، لأنها تدخل في تفاصيل واقعهم، تلامس جراحاتهم، وكذلك تحاول أن تداوي هذه الجراحات ما استطاع شاعر القصيدة إلى ذلك سبيلا. ومن أجل ذلك يكتب الكثير من الشعراء على أمل أن تداوي قصائدهم جراحات الناس وتفتح لهم أبواب الأمل شاسعة واسعة نحو ما يليق بهم من حياة وشمس صافية. مشاهدينا، في هذه الحلقة من بيت القصيد نستضيف عبر الإنترنت الشاعر الأردني المميز الأستاذ محمد تركي حجازي. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. أهلا بك أخي مصطفى، وأهلا بفريقي هذا البرنامج المميز، وأود أن أشكرك وأشكر فريقك وبرنامجك وقناة الرافدين على هذه الاستضافة وعلى كل ما يقدمونه من برامج، ويعني من شأنها أن ترفع قيمة الشعر العربي وأن تسلط الضوء على الإنتاج الإبداعي العربي وعلى إحياء يعني لغتنا العربية المجيدة. يا أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ محمد تركي حجازي الشاعر الأردني الجميل، شرفتنا كثيرا. عن المطامح والمطامع الشعرية إن جاز هذا التعبير، والكثير من الإنجازات بشتى المحافل والدول، الكثير من الآمال المرتقبة والجهود المتواصلة من أجل تكوين صورة تبقى حية، ليس في وجدان أبنائك فحسب، وإنما في وجدان كل من يحب محمد تركي حجازي. عن الإنجازات وشيء من السيرة الذاتية بما تود أن نعرف عنك، تفضل أستاذ محمد. أشكرك يعني على هذه المقدمة الطيبة التي يمكن أنها يعني أرى أنها تجاوزت ما قدمته وما سأقدمه، وهذا لطف كبير منك. عندما نتحدث عن الإنجازات أو يتحدث الشاعر عن الإنجازات، أنا أعتقد أن الإنجازات هي شيء نسبي. نعم. ذلك أن الشاعر دائما هو يعني طالب ضعيف أمام القصيدة، يعني مهما أنجز الشاعر وكتب، إلا أنه عندما يقف أمام قصيدة جديدة يشعر بعجز كبير، وكأنه للمرة الأولى يخوض هذه التجربة. نعم. لذلك أنا يعني مسألة الإنجاز أجدها بالنسبة للشاعر هي مسألة يعني تتعلق بمراحل زمنية، يعني الشاعر قد يعيش طويلا ولكنه قد ويحقق الكثير من الإنجازات، ولكن ما قيمة هذه الإنجازات إذا لم يستطع الشاعر أن يحقق ما هو أعلى منها وأسمى منها وأكثر يعني قوة منها؟ نعم. نحن في كل مرة نخوض نفس الامتحان، وأنت شاعر ومبدع وكبير وتعلم أشكرك. المعاناة التي يعانيها الشاعر عندما يواجه نصه، هذه من أكثر المعضلات. لذلك أنظر دائما إلى إنجازات الشاعر على أنها عبارة عن يعني مراحل تمر، ومن الصعب أن نتخيل تكرارها. نعم. لذلك أنظر بزهد إلى هذه الإنجازات وأعتبرها لا شيء في مسيرة الشاعر. أما عني فمحمد تركي حجازي مواليد 1970، درست الفلسفة وعلم النفس، وخضت تجربة التصوير مدة طويلة، وبدأت في الشعر وأنا في سن مبكرة، ولي عدة إنجازات يعني عدة إصدارات شعرية من عام 1991 ما شاء الله، ديواني الأول غروب على الانتظار، وفي عام 92 كان مخطوطي لا بك ولا بدونك قد فاز بجائزة الدكتور سعد صباح للإبداع الفكري بين الشباب العربي، وفي عام 97 أصدرت ديواني تقلبات أنثى، وفي عام 2010 أصدرت ديواني قصاصات من دفتر الغيم عن وزارة الثقافة الأردنية، وفي عام 2014 أصدرت ديواني نقوش على نافذة الروح من هيئة أبو ظبي
أو لجان أبو ظبي التراثية. وفي عام 2022 أصدرت الديوان الأخير وهو شهد نساء، وهو ديوان مناسب. هذا كل يعني ما لدي، وبعض الجوائز العربية خلال هذه المسيرة الطويلة. ما أجملها من سيرة كثة، نرجو لك كل التوفيق وأن تتواصل هذه الإنجازات المضيئة التي تمنح الحياة سعة في زمن الضيق والمواجع. أستاذ محمد، حدثنا عن أصدق الأحزان من وجهة نظرك. أصدق الأحزان، أصدق الأحزان يعني، وهل هناك أحزان كاذبة أخي مصطفى؟ يعني الحزن هو أعلاها شعور صدقا إنساني، أو أكثرها؟ الحزن هو يعني شعور إنساني نبيل، نعم، وهو أعتقد أنه من المشاعر التي تخص الشعراء صحيح، تحديدا. يعني الشعراء هم أكثر الناس تأثرا بالآخر، لذلك تجدهم دائما عندما يتأملون مشهدا محزنا أو حادثا محزنا يتأثرون، ويكون رد فعلهم دائما هو التعبير عن هذه المشاعر. نعم. فالحزن النبيل صفة من صفات الشاعر، ولا أجد أنا يعني عندما أبحث في داخلي عن فكرة الحزن إذا كان يعني صادقا او كاذبا او كان يعني كبيرا او كثيرا، يعني بعض الاحداث قد نحزن لها حزنا شديدا، وبعض الاحداث قد تثير مشاعر الحزن لدينا، وهذه مسألة نسبية اظن تتعلق بالموقف ذاته. نعم، يعني هذا ما استطيع ان اتحدث به عن الحزن، وانا ربما يعني بعض كتاباتي حافلة بالدموع يعني او مبتلة بها. صحيح، وأكيد سنستمع إلى يعني ما تخطط وترتب لأن تسمعنا إياه في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك دعني أيضا أسألك سؤالا قد يكون غريبا نوعا ما. الهواجس التي تسيطر على الشاعر في حياته هي هواجس شتى ومتعددة الأشكال، لكن الهاجس الأكبر الذي يسيطر عليك أثناء كتابة النص الشعري، أكثر ما يقلقك أثناء كتابة القصيدة؟ نعم، هذا سؤال يعني خطير جدا، ويحتاج إلى يعني إجابات طويلة. كما يعني أسلفنا أو تحدثنا قبل قليل بأن القصيدة هي يعني أهم كبير بالنسبة نعم، للشاعر، لأنه لا يريد فقط أن يرصف الكلمات جانب ببعضها. بلا شك. يعني هناك فرق كبير أنا يعني دائما ألاحظه عندما أفكر في الشعر، أقول يعني هل الشاعر مهندس كلمات؟ وأجد فرق كبير بين الشاعر وبين المهندس، لأن يعني المهندس يستطيع أو لديه الأدوات أن يعني يتخيل الشكل النهائي لمشروعه الهندسي، حتى أنه بإمكانه أن يرسمه أو أن يجسده بمجسم صغير قبل أن يضع الحجر الأساس الأول فيه. بينما الشاعر أظن أنه يقف أمام نصه وهو لا يعلم كيف سيكتمل هذا النص، وكيف سيكون في حالة يعني اكتماله وانتهائه منه. نعم، ذلك أن المهندس عندما يعني يشيد بنيانا وقد يبدع فيه وقد يضع فيه فكرة مدهشة، إلا أنه يبقى هذا البنيان صامتا وهو عبارة عن حجر لا حواس له. ثابت بينما في الشاعر مكانه يحتاج أيضا. دائما إلى نعم، بينما الشاعر بحاجة دائما إلى إيقاظ المفردة من نومها وبعثها من قبرها لتحيا. يعني أنا أنظر إلى الشاعر على أنه كائن حي، وعلى كل مفردة يكتبها الشاعر عليها أن تكون ذات لحم ودم، يعني ذات حواس تتحرك. يا سلام، يعني إذا كان المهندس يعني يأخذ بعين الاعتبار علم الهندسة والفيزياء في عمله، يأخذ هذه العلوم ولكنه يضيف إليها مثلا
علم الكيمياء التفاعل بين الجزيئات عندما يركب الشاعر يعني مفرداته عليه أن يكون منها يعني لحظة حياة أو لحظة وجود جديد نعم للمفرد. ذلك هذا هو الهم الكبير. يعني أنت سألتني عن الهم الكبير، هو عاد تشكيل اللغة وإعطائها حقها بحيث تتحول من كائن جامد في طبقات المعجم إلى كائن حي يتحرك يا سلام في الهواء ويدخل يستطيع الدخول إلى مشاعر الآخر وملامسة قلبه ووجدانه. نعم أحسنت كثيرا. إذا كان المهندس يقيم الأبنية الشاهقة والمزخرفة والثابتة في مكان، فإن الشاعر يشكل من طين الكلمات الأرواح التي تحلق في سماوات الإبداع، وربما تجدد الحياة في نفوس الكثير من اليائسين فتبعث أرواحهم من جديد. هذه القصيدة أحسنت كثيرا أستاذ محمد. إلى أولى القصائد التي تود أن تشنف أسماعنا وأذاننا بها، اقرأ لنا ما تحب متفضلا. أنت تأخذني، يعني أنا كنت قد حضرت يعني بعض القصائد التي تخص ملاءم ظهر عندي. أنا كنت قد حضرت بعض القصائد التي نعم يعني تخص الموضوع الذي أخبرت به، تفضل. ولكنني بناء على ما افتتحت به جلستنا سأقرأ قصيدة تخص الحزن. هي قصيدة لك ما قصيرة تشاء وما تريد، تفضل. سأبدأ بها. على ما يبدو أن القصيدة ورقية وغير يعني ممكن أن تستغني عنها، لذلك أحببت أن تفتتح بها هذه الحلقة. إذن لا بأس، تفضل أستاذ محمد، نحن نسمعك. راح لنبتة الحزن. نعم. هل ضاعت يعني سأقرأ القصيدة؟ من الديوان أخي مصطفى. تفضل. لا هي موجودة يعني الديوان. فرح لنبتة الحزن قفزة سنين الضوء في مرآته مدهز دفق الماء بذرة ذاته يصغي كف الغيب تمسك قبلة سقطت بالأحلام فوق قسوته ويعود من نفق الغياب سراجه قلب توهج في ضلوع جهاته يستنطق الفجر البعيد بصمته ويخيط من قلق خشوع صلاته كم طفلة للبوح بين ضلوعه خلعت ثياب الدمع في خلواته من سكر عاطفة وصحوة جوهر سكب الهدى معناه في خطواته وإذا خبت بالظلم ومضت نطقه قد يحرق الإنسان في كلماته بالعقل قد يشقى وكل فضيلة في الأرض تهطل من رؤى ملكاته يا سلام. والحزن مملكة الشعور قصورها فرح يبرعم في عروق
نباتي. والحزن مملكة الشعور مجددا، والحزن مملكة الشعور، والحزن مملكة الشعور، قصورها فرح يبرعم في عروق نباتي. يا سلام يا سلام، لا فضفوك أستاذنا، وأكيد مستمرون، لكن لابد الآن أن نخرج إلى استراحة قصيرة، بعدها نواصل أعزائنا المشاهدين. إذا نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من المملكة الأردنية الهاشمية الشاعر الأستاذ محمد تركي حجازي. أهلا ومرحبا بك من جديد أستاذ محمد. عن الغاية الأسمى التي تلح عليك من وراء تجربتك الذاتية في الشعر، ما الغاية التي تسيطر عليك دائما، لا تبرح خيالك، لا تفارقك أبدا، وتبقى دائما حية تنبهك لفكرة ما، تقول لك اكتب الشعر من أجل كذا، ما هو هذا الكذا؟ تفضل أستاذ محمد. نعم سيد، يعني كما تفضلت، هناك غايات كثيرة يكتب من أجل الشعر. الغاية الأولى من الكتابة على ما أظن أنها إعادة الإيمان بالذات، بأن لدى الشاعر ما يقوله لهذا العالم. أكيد، يعني قد تكون الغاية الأسمى هي الوجود، يعني أو تجديد الوجود أو تجديد التلامس مع هذا العالم. لكن يعني أنا أنظر إلى أن الشعر أو الفنون عموماً يعني تملك غاية لا تستطيع الفكاك منها، وهي الجمال. نعم، الجمال هو غاية الفن وغاية الإبداع. حتى عندما نكتب في موضوع قد يكون سوداويا، أظن أن علينا كشعراء أن نقدم ذلك بقالب جمالي. أكيد، لأن الجمال يعني هو، يعني إذا سألتني عن الغاية الأسمى أظن أنها الجمال. يعني أحسنت كثيرا ودمت جميلا أستاذ محمد. الآن لنتحدث عن المشاعر الإنسانية التي تزدحم وتعتمل في نفسك، سواء قبل أو أثناء أو بعد كتابة القصيدة. أعلى المشاعر سيطرة على ذاتك حينما تكتب في أي موضوع، ما هي هذه المشاعر المسيطرة؟ يعني للإجابة عن هذا السؤال لا أستطيع أن أضبط يعني تحديدا أو أقدم لك يعني قائمة بالمشاعر. أكيد، لأن الموضوعات مختلفة ومتعددة، وشعور قصيدة لقصيدة، والحدث والموقف واللحظة أكيد كلها مختلفة، لكن دعنا يعني نتحدث عن أبرز المشاعر التي تفرض حال ذاتها أحيانا على محمد في الحياة وفي الشعر معا. نعم، المشاعر يعني تخضع هي للمواقف، أو أكيد لنقول في غرض القصيدة التي نكتبها. يعني عندما مثلا يكتب الشاعر قصيدة غزلية، ما المشاعر التي تنتابه؟ قد تكون هي مشاعر الشوق والهيام والحاجة إلى وجود هذا الحبيب بجانبي أو قربه. وعندما يعني نتحدث عن انكسار ما مثلا في عظم الأمة أو في مسيرتها، المشاعر التي تنتابنا هي مشاعر ربما تكون الخذلان والأسف والتمني والدعاء، ربما الغضب أيضا، والغضب. نعم، هي مشاعر يعني قد تختلف من موضوع إلى آخر. يعني
يعني لا يمكن رصد ذلك من خلال النص. كل نص نعم لديه يعني مجموعة من المشاعر التي تحرك نعم حواس الشاعر وتدفعه إلى التعبير عنها بكلماته نعم وقصائده. طيب الآن الشعر قيمة حضارية كبيرة، نحن لا نختلف على هذا أستاذ محمد، لكن دعنا نتحدث الآن يعني بأهم القيم أو القيم المستوجبة إن صح التعبير التي ينبغي أن يكرس الشعراء أقلامهم من أجلها، قيم معينة ينبغي أن تظل حاضرة في القصيدة العربية اعتداداً واعتزازاً بفكرة أن لنا موروثاً وتراثاً ينبغي علينا أن نتشبث به أكثر. نعم، يعني لا شك أن قيم الخير والجمال والاعتزاز يعني هي قيم أساسية. يعني نحن نركز دائما فيما نكتب، أو أنني أعتقد أن معشر الشعراء هم من طينة تحمل أو تحمي منظومة القيم الإنسانية التي تعرف عليها نعم الإنسان إليها الديانات والثقافات والحضارات الإنسانية. يعني الصدق والوفاء والتضحية والفداء، يعني كل هذه القيم جميل هي قيم عليا يتفق عليها الجميع. طيب الآن تفضل أتم نعم لك أن تتم الفكرة قبل أن أنتقل إلى استفسار آخر. نعم بإمكانك الانتقال. الله يبارك. جميل، إذا تكتفي بما تفضلت به. الآن أريد أن أطرح عليك بعض المترادفات أو الثنائيات وتعطيني رأيك، هل ثمة فوارق ما بين المرادفتين مثلا، وتحاول أن تضيء المعنى على واحدة دون الثانية أو أن تضيء المعنى في كلتيهما؟ اعتبرها لعبة، سمها ما تشاء وافعل ما تحب. ما بين الرمل نعم، والتراب هل ثمة فارق من وجهة نظر محمد تركي حجازي؟ أظن أن ثمة فارق بين الرمل والتراب، لأن مثلا الرمل هي جزيئات من الحجر أو من المواد الصلبة، بينما التراب هو الطين الذي تشكل منه الإنسان وخلقه الله منه. الطين هو رحم النبات ورحم الأشجار ورحم يعني علاقة الإنسان مع الطين هي علاقة أزلية وقديمة جدا. الرمل هو مادة صلبة. أنا أرى أن يعني التراب أكثر حياة وأكثر قربا نعم من الإنسان من الرمل. نعم. ألا ترى أن اللغة العربية موسيقية حتى في المعنى، فحينما تقول حياة فأنت تنطلق بصوت مفتوح، لكن حينما تلفظ لفظة موت فتشعر أن هناك انقباضة. العلاقة الموسيقية بين المفردات هل تسيطر عليك أثناء الكتابة أم أنك لا تشغل بالك كثيرا بمثل هذه الأمور والعلاقات ما بين المفردات؟ بصراحة صراحة طبعا، يعني إذا يعني الشاعر يجب أن ينتبه إلى هذه الأشياء حتى لو لم يكن مطلعا على فلسفة اللغة. يعني فلسفة اللغة تحاول دائما أن تضيء هذه المفارقات أو الفوارق بين المفردات ودلالاتها، لكن الشاعر هو مطبوع بما يعني أودعه الله به، أو مسكون بالتفكير بهذه الأشياء أو بهذه الفروق بين يا المفردات سلام. أثناء. لذلك أنا يعني بدأنا الحديث باختيار الشاعر لتجاور المفردات، حتى لأن تجاور المفردات له أكثر من وظيفة في بناء الشعر. كما تفضلت، أولا الوظيفة البنائية البلاغية، بعد ذلك الوظيفة الموسيقية، والوظيفة الموسيقية والوظيفة دعنا نقول الدلالية التي أنت تتحدث عنها. فعند اختيار مفردة معينة يجب أن تكون هذه المفردة
تماما مناسبة أو مطابقة بالدلالة التي يريد الشاعر وفي إيصالها. موقعها الصحيح. نعم نعم، لأن الشاعر نفس، يا يعني سلام، الشاعر لا يكتب فقط لأنه يريد أن يقيم وزنا عروضيا. نحن لا نأتي بكلمات في وزن بعضها، نضع هذه في كفة وهذه في كفة، المسألة تختلف تمام. الشاعر يزن هذه العلاقات بين المخلوقات، ثم أن هذه العلاقات يجب أن تؤدي وظيفة فنية ووظيفة موسيقية ووظيفة دلالية. أحسنت. فمن المهم جدا الانتباه أن يكون الشاعر يعني لديه الإحساس بالكلمة. يعني أظن أخي مصطفى أن الشاعر كما قلنا أن المفردة كائن حي، فهي دائما يعني قريبة من الشاعر بحميمية أكيد معينة، يعني هو يجب أن يلامس الكلمة بوجدانه، ليس فقط فكرة القصيدة أو أحسنت الصورة الشعرية الناتجة عن أحسنت. اللغة. يعني هذا يعني موجز لما نعم، أردت أن نريد قصيدة جديدة منك الآن، اقرأ لنا ما تحب وترغب بأن نستمع إليه منك. تفضل اقرأ لنا ما تحب من الشعر. سأقرأ قصيدة بعنوان من قصاصات مشنقة. تفضل. ما للظباء على كفيك تنتحب، وملء عينيك ليل بارد تعب، تمجه من مقاهي الموت غانية كانت بكل بقاع الأرض تغتصب، وكل أنشودة عذراء رتلها طهر المزامير كانت فيك تنكتب، يجدف الضوء في خلجان نشوتها صبح، وتنهض من أندائها سحب، وكم توضأ في شلال ضحكتها فجر، وصلت على أقمارها حقب. ما للظباء وقد جفت مرابعها، ونال منها الأسى والجوع والجرب، تجوب أيامك الصفراء تطردها قبائل المسك والوديان والقرب، فأي ماء إلى عينيك يحملها، وأي ضرع بهذا اليتم تحتلب، وكيف ترسم أحلاما مجنحة بحائط النوم والأطياف تحترب. يا نازفا في مياه الليل تحرسه عرائس من رحيق النور، تخطضب روت مواضيك روحي، أورقت قمم يضيء فيها دمي، والخيل تصطخب يحلق الأفق فوقي، يرتدي قمري يبارك الله وجهي، حين أنتصب أنا الشهيد، وما للدمع من قصص على خدود يتامى الأرض تلتهب، أنا الشهيد من جديد. ترسو موانيك. أنا الشهيد وما للدمع من قصص على خدود يتامى الأرض تلتهب، ترسو موانيك. في أجفان أسئلتي مقابرا تقذف الموتى وتحتجب، يا ثقل ألف أسى يجثو على رئتي، وجرح أول يد بالغدر تقترب، من علق العيد في أهداب مقلته
فساقطت كفنا أثوابه القشب هم من أضاعوا هلالا كنت أرقبه إلى سراه نجوم الكون تنجذب. ما شاء أي الله. الصلاتين، أي الصلاتين أولى في جنازتي، وأي صبح قتيل شيع العرب. وأي صبح قتيل حملته، شيع العرب. أي الصلاتين أولى في جنازتي، وأي صبح قتيل شيع العرب. حملته أخرس العينين منتعلا وجها تقيح في أعراقه العصب. من أرهب بندى أطفالنا شجرا للكبرياء أهينت حوله اللعب. قدوا قميصك واقتادوك فاحشة على سرير النوايا البيض ترتكب. يا الله. غروك بالكأس، غروك بالكأس والألوان راقصة خلف زجاج وأفعى الضوء تنسكب. لازلت تشرب من أنخابها ظمئا حتى تقيأ من أنفاسك الغضب. يا الله. هذا الوجود رحيل فر من ورم، حقوله وهم قمح، ماؤه كذب، ذئب قطيع، وحريات أزمنة تفوح منها دماء كلما حلبوا. يا الله. وأنت تخفق، وأنت تخفق ماء كل مؤتمر أزبدة من غثاء. أيها الذنب، ضفادع السيل زادت عن محارمها، فانظر ضباؤك تسبى وهي تعتصب. لن ينبئ الهدهد المذبوح عن سبأ، ولن يروض هول الريح من رهب. صحائف المجد شعت في مضاربها منازل السيف، لا ما ثرثرت خطب. السيف أصدق إنباء، وما نهضت أبناؤها بسوى أنبائه الكتب. تحيا البلاد وتحيا أمة صدقت وشهقت ثم خلد وانتهى العلم. يا الله، مأساتنا يا صديقي أننا عرب. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير نخرج وإياكم الآن، ومن ثم نتابع ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا من المملكة الأردنية الهاشمية الشاعر الأستاذ محمد تركي حجازي. حيا الله أستاذ محمد من جديد. وقبل العودة إلى الشعر مرة أخرى، كسبا للوقت واستدراكا على ما فات، الأمل الذي يسيطر عليك دائما وتسعى إلى تكريسه في تجربتك وحياتك معا، ترى ما شكله؟ حدثنا عنه. شكل الأمل، أنا دائما متفائل بالآتي، نعم،
ولا يعني تجلبني تلك الأبواب المغلقة أو الطرقات المظلمة، لا أنظر بسوداوية إلى العالم. دائما الأمل هو منبع الحياة الذي نستمد منه طاقة وجودنا. يا سلام. وكما يعني تقول العبارة الشائعة، كما قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فعلا. الأمل هو أحد الرسائل التي وجد الشعراء لإيصالها للعالم، إلى أحسنت. جانب رسالة جمالية. أحسنت كثيرا. ذلك يجب أن يكون دائما هو مركز الاهتمام ومركز التصور الشعري. يعني نحن نكتب عن المأساة، ولكننا يجب في نهاية هذه المأساة أن نجد بابا للخروج منها. أحسنت كثيرا. نعم. ما يحركنا للكتابة عن المأساة هو شوقنا لأن يكون هناك في نهاية هذا الوجع شيء من الأمل وشيء من الشعر جميل. نطمع إليه الآن مرة أخرى، استدراكا لما بقي من وقت هذه الحلقة. نريد شيئا جديدا من الشعر يصلح خاتمة لهذه الحلقة من بيت القصيد، إلى قصيدة جديدة تختارها أنت أستاذ محمد وتقرأها لنا، تفضل. مشكورا. نعم، أنا سأقرأ قصيدة أيضا تتعلق بذات الموضوع، وهي تفضل. إلى الأحرار يعني في نعم. هذا العالم. قبلة العاشقين. قبلة العاشقين، خذنا إليها إذا تفضل. قبلة العاشق، أرخي الثياب، أرخي الثياب، وغلي الحسن منتظما، وأطبقيه على عرش الجمال فما، وأمطري في فضاء القصر أنجمه ملألئات على شطآنه الظلمة، وأرسلي من سنا عينيك أشرعة تراود الأفق والبيداء والقمم، يا من لها أنفس تسعى وأفئدة من ساكن قشرة أو آنس رحمة. كم جال في جوف ليل الظلم مارده، تجتر أنفاسه أشباح من ظلم، للنوم بين نيوب الأرض يسلمه إلى نعيم، ولا غل السماء حمى تلك النواميس، من أعفته نعمتها يدب تحت نعال الشعر في عمى. أرخي الثياب وخلي الشعر منسدلا، يضيء بين سواقي تبره الأدم، أساور الشمس حاطت معصميك غوى، وبين كفيك من هدي سما، حرائر الغيم تلهو في مسارحها، وبوح عطرك من أردانهن همى، وأمة الطير فرت من كنائنها لتمطر الريح من أنفاسها نغم، وعاشقوك فتات الأرض قوتهم قد أسرجوا لصباك الموت والألم، أصابع بأماني من أكفهم معقودة بشعاع منك قد لضم، هم أودعوا رأس ذل القهر مرقده مصعدين إلى فيحائك الهمم، النار تنجب حبا في عقيدتهم،
والبرد يغزل من شعر الندى، خيما تهدي المرافئ من أرواحهم سفن كقبلة الفجر أبقت في الأثير، لما صدت من الريح أعتاها وأمقتها وأشرعت للمعالي حتفها علما. يا غادة من خلال الموج مغمضة عيونها، فالأماني أبحرت حلما لكل شيء إذا قلبته شيع، ومثلك الفرد ما ألوى وما رقما وما تكرر نفس اللي يجمعها على النقيضين حتى تبلغ القيم ليتك تعيد وما آخر بيتين من ترقرق في جديد، عين ليتك تتكرم بإعادة آخر بيتين لكل وتتابع. شيء. يا غادة نعم، من خلال الموج مغمضة عيونها، فالأماني أبحرت حلما لكل شيء إذا قلبته شيع، ومثلك الفرد ما ألوى وما رقما وما تكرس عن نفس اللي يجمعها على النقيضين حتى تبلغ القيم وما ترقرق في عين وإن لجمت على الحديد، فقص القيد وابتسم تفوح إن تحرق الأجساد رائحة تشيح عنها أنوف السائلين، لما زفيرها مع لقاح الغيم منجمع ورعدها عائد جلادها حمما، وكل أرض ألمت شلو مغتصب ستستحيل بنبت منه منتقما. أذن بلال، يا سلام. أذن بلال، فركب الفجر مقترب أكاد ألمح ليلا نازفا ودما، ولا تزال يد الصحراء واشمة من حبر جلدك لفظا طاهرا رخما يجوب مع كل ريح أسلمت فمها إليه نحلا وعادت تلقح الأمم. يا سلام يا سلام يا سلام، لا فض نعم فوك ولا عاش شانئوك أستاذ محمد تركي حجازي، الشاعر الأردني المميز جدا، الفيلسوف بإجاباته، والمبدع كثيرا بقصائده وكلماته. في الختام ماذا تود أن تقول؟ وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. سيدي، يعني لا أملك إلا أن أقدم لكم الشكر الجزيل على كل ما تقدموه إنه من أجل نهضة هذه الأمة ولغتها وإبداعها، أسعدك الله. وأنتم بالفعل يعني مناضلون ومجاهدون، تجاهدون من أجل بقاء هذه رأس الأمة مرفوعا، وأن تبقى يعني أمة قوية إن شاء الله. ذات يعني ذات مستقبل أفضل بإذن الله بإذن تعالى. الله. شكرا شكرا كثير لك أستاذ محمد، ونرجو من الله أن يجعل الحياة كريمة بالقدر الذي يتاح لنا من خلاله أن نراك وجها لوجه، ونعيد تكرار هذه اللمسات الجمالية التي لا تمحي من الذاكرة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم. دائما كونوا في سلام وأمان ورضا ومحبة، لا تقطعوا الأمل، فبه يبقى الإنسان إنسانا وتستمر الحياة وتشرق الشمس. إلى اللقاء.